صنعاء عاجل. وزير دفاع صنعاء: المعركة القادمة ستنتقل إلى عمق دول السعودية والإمارات، وهذا ما حدث. تفاصيل عاجلة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. كذا وزير الدفاع في حكومة صنعاء لواء ركن محمد ناصر العاطفي اليوم أنه في حال عودة الحرب فإنها لن تبقى في اليمن بل ستنتقل إلى عمق دول التحالف. وقال الوزير العاطفي خلال ترأسه اجتماع موسع ضم قيادات وضباط للقوات البحرية والدفاع الساحلي في قوات صنعاء إن انسحاب قوات العدوان ومرتزقته من عدد من المناطق في الحديدة تم بعد أن تلقوا ضربات موجعة، وأن ما يسمونه بالتكتيك في الانسحاب للتغطية على هزائمهم وفشلهم الذريع. وأوضح أن دول العدوان ما تزال تماطل وتراوغ وتكذب على الشعب اليمني، مبينا أنه إن صدق دول تحالف العدوان فنحن المنتصرين وإن كذبت فنحن المنتصرين. وأشار اللواء العاطفي إلى أن المعركة القادمة لن تبقى في اليمن وإنما ستنتقل إلى عمق دول تحالف المعتدين، وأضاف: سياسة الغزاة التي يمارسونها اليوم في المناطق المحتلة تندرج في إطار سياسة الإذلال لأبناء الشعب اليمني، لافتا إلى أساليب التضليل والحرب الأعلامية التي يحاول من خلالها العدوان ومرتزقته النيل من ثبات وصمود الشعب كشفت وفندت من كافة وسائل الإعلام الوطني. وجدد وزير دفاع صنعاء التأكيد على أن ما لم يتحقق للشعب اليمني في استعادة حقوقه المنهوبة بالحل السياسي سيتحقق بطرق أخرى تتلائم مع غطرسة العدو وغيه ومماطلته وتلكؤه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.